أن ليالي شهر رمضان المعظم سطرت مديرية الثقافة بالتنسيق مع دار الثقافة والمسرح الجهوي بمعسكر برنامجا ثريا للكبار والصغار يتمثل في مسرحيات تشارك فيها فرق من مختلف الولايات ومسابقات. بالمناسبة تدوم لغاية اليوم 27، أين سيبرمج احتفال لتوزيع الجوائز على الفائزين في ليلة القدر المباركة. بشير زحف، كما عودنا الجمهور تاعنا في شهر رمضان دائما برنامج ثري متنوع مختلف، الا انه في هذه السنه هناك شيء يختلف جدا لاول مره سيحدث، وهي مسابقه للعائلات. هي مسابقه في عده محاور، اسئله ثقافيه، رياضيه، والكثير من المفاجات كذلك. وهناك مسابقه خاصه بالصغار، مسابقة الصائمة الصغير، هي تستهدف طفل الطور الابتدائي والمتوسط. ليلة 27 من رمضان إن شاء الله هو 5 أبريل، مصادف في 5 أبريل لهذه السنة، سيكون حفل فني راقي من تقديم الفرقة المغدرية للأندلسي، وسيكون في تسليم الجوائز كذلك والتصفيات وكثير من المفاجآت. تقدم عرض مسرحي بالتنسيق مع المسرح الجهوي لمعسكر، مع المسرح الجهوي لمعسكر، مدير الشباب والرياضة بريد المعسكر، مدير الثقافة. العرض يتمثل في مسرحية المدادحية. المدادحية هي عبارة عن مسرحية يقودها أربعة تاع الممثلين، والبقية تشوفوا كل على خشبة المسرح إن شاء الله. والثانية والثالثة والرابعة الله ينعم الراجل اللي كبرت بنته ومعطاها بورها 145 46 عيط وكون فاهم ما يفزوا بالاحباب من صبرهم انسان سيزين عمران الراشد عشاء لولايه معسكر بشير زحاف. اليوم رايحين نقدم لكم مسرحيه المدادحيه للجمعيه الشبانيه للفنون الفتاه الجميله الخلصه السمينه والويسكي على مسططه سمينه علينا الموسيقى شيله ما بلعب مسال الحال قولي هل يجوز ذبح الدجاجي بالزجاجي؟ قولي يضرب الحيط وولي هل يجوز ذبح الدجاجي بالزجاجي؟ انا مانيش طبيب ابا قال في بوسطن ولا واشنطن ابا اللي فيكم ممرض اذا براو اذا ما برد العسل تقبلها ابا انا بيع الوريح هو بيع الوريح ويحكيكم صرار صراتي أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.